من هنا من منطقة نجران وبالتحديد قرية آل منجم التراثية. هذه القرية التي تحكي قصة التراث وقصة الطراز المعماري النجراني القديم للقرى. للحديث أكثر عن هذه القرية يتواجد بجانبي الأستاذ حمد آل منجم، رئيس الجمعية التعاونية للسياحة والتراث العمراني في منطقة نجران. أولا رحب فيك أستاذ حمد عبر شاشة قناة الإخبارية. ثانيا بودنا أن تحدثنا عن هذه القرية، إلى كم سنة يعود عمر هذه القرية؟ أولا الله يحييكم في منطقة نجران في قرية آل منجم. بالنسبة للقرية لها أكثر من 270 سنة إلى 300، وقد ذكرت في مع المستشرق البريطاني جون فيليب في كتابه، وذكرها المؤلف محمد أحمد العقيلي، وكانت ممر للقوافل والحجاج. وعندما تأسست المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله، بنى مركز بجوارنا يبعد عن القرية حوالي 1000 متر. والقرية كان أكثر من 8 قصور تتراوح ما بين 9 أدوار إلى 6 أدوار، وكان بها بير من الحجر ولا تزال شغالين عليها، وبقي 4 الحين. الآن شاهد على التاريخ، ونعمل إن شاء الله بجهود ذاتية من أفراد القبيلة بإعادة ترميمها. الله يحييكم. هل هناك تنسيق مع هيئة السياحة والتراث الوطني لزيارة سياح منطقة نجران لهذه القرية؟ فيه بيننا وبينهم تواصل، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز زارنا في عام 2012 الميلادي، و عند وصوله قال هذه قصور لا يستهان بها، وهذا تراث وإرث للوطن وللمواطن، ونأمل أن يحافظ عليها. وقد كرمنا اختارني بالنسبة للحفاظ على التراث الوطني. ولكن هل هناك سياح يزورون هذه القرية؟ نعم، يزورونها من الأجانب الأوروبيين والشرق آسيا، وكذلك مناطق المملكة عندما ينزلون نجران يزورون. إذا من هم أبرز الشخصيات أستاذ حمد اللي زارت هذه القرية؟ أول من نزل عندنا جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله، وكان أول نزوله في قرية آل منجم وعند قبيلة آل منجم. وبعد ذلك زارنا الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، وكذلك زارنا الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير عسير. وقبل أيام قليلة كان عندنا صاحب السمو الأمير جلوي بن مساعد أمير منطقة نجران، وفرحنا بزيارته فرح كبير. وزارنا من شيوخ وأعيان القبائل وشيوخ المناطق، وعلى رأسهم الشيخ أراك عراك بن شريب، كثير والله كثير، لكن لازلنا في طور الترميم إعادة. جميل، يعطيك العافية أستاذ حمد، شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا. الله يبقيك. يعطيك العافية. إذن عبد الإله وسارة، هذا كل ما لدينا عن قرية آل منجم التراثية في منطقة نجران. نعود الآن بالصوت والصورة لكم في الاستوديو.